ايضا شوف اعاده الهدف. شوف 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 يا الله يا الله، كره كانت ابعاد الكره من دفاعات الهولنديه، تعود كره عاليه اماميه، ناخذ بان نخلص الكره اول باول يا شباب، نخلص الكره اول باول، لا يسدد لا يسدد. هنا محاوله هولنديه للتسديد من دينيس، وكره عرضيه خطيره، العرضيه سريعه ممكن للمرمى، جول حلوة 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 حلوة. في 3 أهداف هولندا مقابل هدف واحد لمصلحة المنتخب السعودي. يلا محاولة الهدف الثاني يأتي، وبولندا والمنتخب الأسترالي والمنتخب السعودي. يا الله يا الله، دينيس على السرعة في الحركة، السرعة مهمة لإرباك الخصم، وهنا كرة للأمام، يلا يا كسار يا حلو، عزيز ما تدخل، يلا يا دوسري، يا سلام للمرمى، الله. نتابع يا عبد الله، ركز يا عبد الله، ممكن تضيع ولكن إلى المرمى. نتابع الكرة الآن والركلة الترجيحية الأولى للمنتخب السعودي، بالتوفيق يا عبد الله، حلوة حلوة يا عبد الله، الملعب أو تتمكن منها يا عبد الله، ركز يا عبد الله، الله في المرمى، وجميع السعوديون يدعون يا رب في المرمى يا عمر، يا كسار، يا سلام يا سلام على التسديد. حسان هايتا حسان، يلا يا حسان، رايح السعوديين، ضيحها يا حسان ولكن يا المرمى. حارس المرمى جمال حمداوي، ممكن يا شايع تجيبها في المرمى، ممكن يا شايع، يا سلام يا سلام عليك يا شايع، ركز يا عبد الله وانا مركز معك، وانا مركز، يلا يا عبد الله يا عسيري، وعمر ليون على التنفيذ، عبد الله ولكن الى المرمى، الى المرمى عمر، يلا يا سليم، سليم على التسديد، يا سلام يا سلام، هدف سليم، ان شاء الله تضيع منك يا دينيس صاحب الهدفين. حلوة يا عبد الله عسيري، حلوة يا عبد الله عسيري، لسه 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 لسه، بالسلامة يا محمد يا وهيب، اهدى يا محمد، وقول يا رب، وقول يا رب، والجميع يقول يا رب، يلا يا محمد للمرمى، السعودية بطلة كأس العالم، السعودية بطلة كأس العالم، محمد الوهيب.